ايش اسوينها انا حمدان؟ متغير كيف بس اسولف وياكم، اسولف وياكم، اسولف وياكم. مش متغيرين انتم؟ مش متغيرين؟ اي والله ادري لكن احنا اللي متغيرين عليك. ما عليه ما عليه. ايه المدريتر انتم حركات، انا لازم الحق عليهم، ادور عليهم بروحي، ما راح يجون تجيبهم. زين زين زين، شو خاطركم انتم؟ شو خاطركم تشوفوه في لندن؟ ها؟ عندكم اماكن جديده؟ عندكم شيء مكان جديد تبوني اروح له؟ وين تبوني اروح؟ لندن. اعطوني اماكن جديده، اذا في شيء حلو اعطوني اياه، اعطوني لوكيشن وانا بسير، لاني حسيت اني مقيم المكان، مقيم. واكتشفت ان سوالف مطاعم الريوق اللي تروح تاكل بيض كل يوم صبح، كل يوم مطعم، احس ان هاي الشغله مش حلوه، لان احس ان كلهم نفس الشيء، يعني فرق الديزاين الديكور بس. فاللي يقول والله كل يوم بنش صبح كل يوم بسير مكان، احسه ما له داعي. ما ادري، ها وجهة نظر، هذا اللي انا اشوفه. انتم شو تشوفون؟ تشوفون الشيء هذا ولا لا؟ ها؟ هلا عندي بس انجوي اجواء لندن بس. والله صدق يعني ما تمسخر. انا اتكلم عن الريوق اللي كل يوم في مكان. كل يوم وانا ريوق في مكان، شكشوكه او سندويش بيض، يا بصمونه يا بخبز، كلهم نفس الشيء. احس ان اذا عيبك مكان لا تغير، مو بشرط تروح تضرب خط وتنش من وقت، تروح مكان بعيد بس عشان سندويش بيض. فهمت علي؟ بروح المكان اللي صورت فيه فيديو الليل اللي فاتت عندي دراجات. وين المكان هذا؟ ما اذكر والله. وين كان المكان؟ كان في لندن يعني؟ من اللي قال سير المكان فيه دراجات وما ادري شو؟ من اللي كان ثبت الكلام؟ كان قريب من الفندق. لا هذا كان مكان ثاني مو بهني. ها؟ وين تقصدون؟ انتم تقصدون في لندن ولا مكان ثاني؟ انتم مخربطين يمكن. وين كان في دراجات؟ وين كان؟ عند الهايد بارك. الهايد بارك وين؟ اي صوب؟ زين دراجات وين؟ انا الحين ترى قريب من هايد بارك، انا في سيلفر ريدج الحين، بس اقدر اروح من هايد بارك عادي، بس دراجات انا ما حيد انك في دراجات. هلا هلا ماي تيم، ويلكم ويلكم ويلكم، منورين كلكم. زين شو كان المكان اصلا من الاساس؟ شو المكان بالضبط؟
اتذكر في عيد الليل اللي كان فيه اغنية انا والليل. اوكي انا والليل، شو انا والليل خلان ورفاقه. ايه عرفت عرفت المكان. هذا كان عند عند الهايد بارك، الشارع الثاني صوب هيلتون، فندق اللي احنا كنا ساكنين فيه، فندق اللي في اللوبي ماله، لوبي خطير، لوبي دمار شامل، لوبي اللي ما تقدر تقعد فيه دقيقة 5 دقائق، الكوفي ما تقدر تشربها. عرفت عرفت المكان. ايوه 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 لا ليش ليش اسير هناك؟ شو اسوي هناك؟ شوفوا هنا احسن، شوفوا نفس الشيء. اللوبي والكعب، ايوه بالضبط بالضبط، اللوبي والكعب دمار شامل. اي والله لا لا، هاك المكان مكان مشتبه، مكان خطر، خطر على المجتمع. وين صار محمد؟ وين صار حمدان وفيصل؟ وينكم؟ شايفين اني واقف عند الشاير، اللي بيخطف لازم يشوفني بعدين يخطف. واي انا بتحرك، ما حصلتهم. روح ديسكو، شو ديسكو؟ ليش قريتها ديسكو؟ شو بعد ديسكو؟ سندويتشات جاهزة في الثلاجة. لا لا عاد سندويتشات جاهزة في الثلاجة، ما مجوي. شيء ثاني، وين هذا؟ شو سالفة السندويتشات هذه؟ أحلى شيء لا يمر، يعني يمر حد يعرفك، شايفينك سوشيال ميديا. هذا 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 ما تكتب، هذا ما تكتب. شوي شوي يا عمي، شوف لي مكان. السلام عليكم. ليش هذا 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 ليش؟ قول السلام عليكم. لا مش فانزات، مش فانز على مش فانزات. شو عرفتوا ليش الواحد ما يقدر يفتح لايف؟ لايف اللايف اللايف خطر، اللايف خطر، بالحق بالغلط يقول شيء قاعد يوقفك. الله لا لا، لندن عبارة عن دول الخليج، ما أنا ما تشوف ما تشوف أجنبي هنا، كله كله عرب، كله كله عرب والله.